ساعة أوي النهارده. كريسمس بقى يا عم، كريسمس طيب. يا سلام على كوباية شاي. اسمه غريب ابو الدهب، وكان معاه شريك زمان اسمه يعقوب نبيل. مكتب غريب ويعقوب للمقاولات. ايوه عليك نور. يعقوب بقى ده مات يا عم، ده شكله كاره الحياه اصلا. يا عم سيبك مني، ده فظيع، مفيش حد يقدر يطلب منه فلوس ولا حد عايل يساله الساعه كام. اللي زي ده هيفضل طول عمره وحيد. سيبك منه يلا عشان ما تاخرش على الناس اللي احنا رايحين. ويا رب تكون سنة سعيدة عليك. ده ايه الصحرا دي؟
اتفضل يا ابو غريب. كلام فارغ وكلام فاضي، انت بتقول اي كلام؟ انا مش فاهم، ميري كريسماس اي كلام ولا فرسان طيب مش عاجباك ولا ايه يعني؟ ازاي يعني تقول ميري كريسماس وعيد ميلاد سعيد وانت يا بيتر اساسا فقير؟ ازاي يكون سعيد يعني؟ يا سلام، طب ما انت غني جدا ومع ذلك حزين. برضه كلام فاضي وكلام فارغ. طب مالك بس معصب ليه ده كده شويه؟ عايز نعمل ايه وانا عايش في مجتمع كله اخبار؟ ازاي يعني يكون عيد ميلاد سعيد وانت واقع في الديون؟ ازاي برضه يكون سعيد وعمرك كبر سنه؟ انا مش فاهم انتوا بتفكروا ازاي. طب ممكن تيجي تعشى معانا ليله العيد؟ مع السلامه. على فكرة مش عايز منك حاجة أكتر من إحنا نكون مع بعض يعني. مع السلامة. ماشي يا خير، على راحتك. الاسلحات والسجون دي فاتحه ليه؟ مع السلامة. معلش اهدى شوية، الو الو، مساء الخير يا فندم. عايز ايه يا سي سمير؟ معلش انا مش قادر اجي بكره، كنت محتاج اجازه. قوي مفيش مشكله، بيتهيألي خصم يوم من السكرتير بتاعي حاجه كويسه قوي. خصم ليه يا غريب بيه؟ ده العالم كله اجازه بكره. بس العالم بتاعك ده مش هيدفع لي 9 جنيه اللي انا بدفعهم لك بكره. صدقني انا ظروف الماديه صعبه جدا، وابني خصم يومين كمان بقى عشان انت ضيعت وقت. على فكره ده ظلم، انا ما عملتش حاجه اصلا عشان تستاهل الخصم. تجيب المفاتيح بتاعت المكتب وتسلم الورق اللي معاك. انت مرفوض يا استاذ سمير. ايوه لكن مع السلامه.